تعهد والي نهر النيل عبد المحمود حماد بإنفاذ الاتفاقيات الإطارية وبروتوكولات التعاون المشترك بين ولايته والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الروسية، وأعلن خلال لقائه وفد الهيئة جاهزية الولاية للبداية الفورية لإنزال الاتفاقيات أرض الواقع، خاصة مشروع التخلص من استخدام الزئبق والسيانيد مع إيجاد بدائل صديقة للبيئة وحمايتها من التلوث، باعتبار أن الولاية من أكبر الولايات إنتاجا للذهب، مؤكدا أن مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الجانبين بمدينة سوتشي الروسية تعزز لأطر التعاون المشترك في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والمياه الجوفية. يعني زاروا بعض المواقع في سوق العبيدية في إطار معالجة ثلاث قضايا، هي البحث عن البدائل للزئبق والسيانايد في إطار إصحاح البيئة، وأيضا البحث عن توليد الطاقة الكهرومائية أو إضافة يعني محطات للطاقة حتى تنعم هذه الولاية بهذا القدر الكبير من الإمكانيات الموجودة. أيضا هنالك بحث عن المياه الجوفية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية اللي حتكون واحدة من الأنشطة اللي حتمارسها هذه الشركات من خلال شراكات تقوم بين حكومة السودان والحكومة الروسية. هذا واتفق الجانبان على أن تقوم الهيئة الجيولوجية الروسية بدراسة الموارد الطبيعية بالولاية مع عمل دراسة علمية حديثة لحماية البيئة وكيفية الحفاظ عليها، كما تطرق اللقاء إلى مشروع توليد الطاقة الكهرومائية والحرارية بتمويل من الحكومة الروسية لإنتاج أكثر من 900 ميجاوات لمقابلة احتياجات الولاية من الطاقة، كما تم الاتفاق على توقيع عقد لوضع خريطة جيولوجية لنهر النيل. هذا البلد، البلد السودان، هذا البلد العملاق، هذا البلد ربنا حباه بخيرات داخل أرضه وفي خارج أرضه، بلد يحتاج لتفجير هذه الطاقات الكامنة، ويحتاج يعني أناس يعني ذو أمانة مهنية وذو أمانة يعني أخلاقية.